السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلاميذي الأعزاء، مرحبا بكم في درس جديد في مادة اللغة العربية مكون الاستماع والتحدث، وهذا الدرس هو في إطار الوحدة الخامسة التي يدور موضوعها حول الماء والحياة، الأسبوع الثالث. أعزائي التلاميذ، كما أشرت إلى ذلك، فنحن سنتطرق إلى درس في مكون الاستماع والتحدث، وهو عبارة عن حكاية بعنوان منبع وشجرة التي ستجدون صورا لها في الصفحة 171 من دفتر. ألاحظ وأتوقع. عندنا الصورة الأولى، طبعا السؤال العام الذي يطرح: ماذا ترى في الصورة؟ ولكم حرية الاختيار والتعبير عن مضمون ومكونات الصورة. ثم سأضيف سؤالا آخر: ماذا يبدو على الشجرة؟ هذا السؤال تحفيزي لتعبر عن الحالة التي تظهر عليها الشجرة، هل هي حزينة؟ هل هي كئيبة؟ هل هي تعيسة؟ ثم سأطرح سؤالا آخر: من يتحدث معها؟ طبعا من يتحدث مع الشجرة. لكم حرية التعبير وحرية الملاحظة والتوقع. طبعا ثم ننتقل إلى الصورة الثانية التي كذلك سأطرح فيها سؤالا عاما، وهو: ماذا ترى في الصورة؟ وكذلك أترك لكم حرية التعبير والملاحظة والتوقع. ثم سأطرح سؤالا آخر: مع من تتحدث قطرة الماء؟ طبعا واضح في الصورة مع من تتحدث. ثم في رأيك إلى أين تتجه قطرة الماء؟ الآن نصل إلى الصورة الثالثة. طبعا السؤال العام: ماذا ترى في الصورة؟ ثم مع من تتحدث الشجرة؟ ثم في رأيك لماذا زارت الطيور الشجرة؟ هنا عليك أن تستعمل خيالك وتوقعاتك. وأخيرا نصل إلى الصورة الرابعة والأخيرة. طبعا السؤال العام: ماذا ترى في الصورة؟ ثم بعد ذلك: هل ما زالت الشجرة تشعر بالحزن؟ ثم بعد ذلك: في رأيك ما سبب سعادة الشجرة وأصدقائها؟ لك الحرية في التعبير والحرية في التوقع كما أعدتها فيكم دائما. ها قد وصلنا إلى شبكة التوقعات. طبعا نتوقع مكان الحكاية، ثم الشخصيات في الحكاية، ثم الزمان، ثم أحداث الحكاية، ولكم كل الحرية في التوقع. سنعمل الآن أعزائي التلاميذ على ملء شبكة التوقعات، وأول توقع سيكون بخصوص المكان، فأسأل سؤالا: ما هو المكان الذي تدور فيه أحداث الحكاية؟ بعض التلاميذ سيتوقع أن الحكاية تدور في المدينة، والآخر سيجيب: لا، القرية. وستقول الأخرى: ضفة النهر. وستقول أخرى كذلك: الغابة. حسن جدا. الآن لنرى توقعاتكم بخصوص زمن الحكاية، فأسأل: ما هو الزمن الذي تدور فيه الحكاية؟ تلميذ يقول: فصل الخريف. والآخر يقول: فصل الربيع. والأخرى تقول: ليلا. وأخرى تقول: نهارا. وأظن أنه ما زالت هناك توقعات تدور في أذهانكم. طيب، حسن جدا. أما بخصوص التوقعات حول شخصيات الحكاية، إذن ما رأيكم؟ سأسجل. هناك من يقول: التلاميذ، الشجرة، العصافير، منبع الماء، قطرة الماء. حسنا، سنرى ذلك.
الآن وصلنا إلى توقعاتنا حول أحداث الحكاية. نعم، من يقول؟ حوار بين قطرة الماء والشجرة. نعم، غضب الشجرة. ذهاب قطرة الماء وتركها للشجرة. لقاء قطرة الماء والعصافير. وهناك توقعات أخرى سنكتشفها عندما نستمع إلى الحكاية. أعزائي التلاميذ، حان وقت الاستماع إلى الحكاية، فلن أطيل عليكم. استماعا ممتعا. عاشت شجرة بجانب منبع، فأصبحا صديقين، يستفيد كل منهما من خيرات الآخر. فالمنبع يستظل بظل الشجرة، وهي ترتوي من ماء المنبع. في كل صباح تطرب الشجرة جارها المنبع برقصات أغصانها، وهو يمتعها بألحان خرير مياهه. في صباح أحد الأيام دهش المنبع وقال لصديقته: ما بك يا جارتي؟ لما لا ترقص أغصانك كعادتها؟ ولما توقفت عن امتصاص مائي؟ أجابت الشجرة: أحس بالملل، فأنا أجلس وحدي طول الوقت، كل شيء حولي يتحرك، أما أنا فجذوري ثابتة في الأرض لا أتحرك. استمع المنبع إلى صديقته بانتباه ثم قال: سأحاول أن أساعدك، فلا تحزني، سأواصل سيري الآن لأوصل مياهي إلى النهر، فالكثير من العطش في انتظار وصولي. وداعا. بعد أيام التقى المنبع في الطريق بسرب من الطيور، فأخبروه بأنهم زاروا جارته الشجرة، فبدا لهم وجهها شاحبا وحزينا، ورفضت أن تتحدث إليهم، فأخبرهم بحكاياتها وقال لهم: لعلها ما تزال تحرم نفسها من مياهه، فأرجوكم زيارتها ومؤانستها ريثما أعود. رفرفت العصافير نحو الشجرة وحطت على أغصانها، فخاطبها البلبل قائلا: إن جارك المنبع قد أخبرنا بسبب حزنك، وقد حضرنا لنؤنسك ونربط علاقة صداقة معك. قالت الشجرة: وكيف أكون صديقة لكم أيتها العصافير؟ رد الحسون: هل تسمحين لنا بالإقامة عندك لنستمتع بدفئك وحنانك، ونبني أعشاشنا بين أغصانك، ونحمي صغارنا بحضنك الكبير، وكلما طرنا نرجع إليك لنؤنسك ونروي لك كل ما نشاهده ونسمعه، ولنغني لك ألحانا عذبة؟ أضاف البلبل: أصبحت الآن عارية وفقدت حلتها الخضراء، هيا امتصي ماء المنبع لتورق أغصانك وتتكاثف فروعك وتعود لك نضارتك، حتى تكون أعشاشنا محمية بين أغصانك. فرحت الشجرة وقالت: وأنا سأحميكم من الرياح القوية وأشعة الشمس الحارقة. فرح المنبع وغردت الطيور،
وواصل المنبع خريره وطريقه لتوزيع المياه. بعد أن استمعتم إلى الحكاية التي أرجو أن تكونوا قد استمتعتم بأحداثها، نعود مجددا لشبكة التوقعات لنرى هل كانت توقعاتنا صحيحة مطابقة لما جاء في الحكاية أم لا. فما مدى صحة توقعاتنا بخصوص المكان؟ طبعا كنا قد سجلنا عدة أماكن، ولكن يبقى ضفة النهر مكان محتمل، وكذلك القرية وكذلك الغابة، ونستبعد المدينة. أما بخصوص الزمان فلم يذكر تعريفا صحيحا أو معطى صريحا بزمن الحكاية، فنحن نخمن بما أن هناك نهر ومياه وعصافير، فيبقى الاحتمال فصل الربيع هو الأكثر قربا للصواب، وكذلك يمكن أن نقول نهارا، ولما لا. أما بخصوص شخصيات الحكاية فالتلاميذ هو معطى مستبعد، وتبقى كل العناصر الأخرى شخصيات لعبت دورا في الحكاية. أما بخصوص أحداث الحكاية، حتى وإن كنا لم نسجل العديد من الاقتراحات حول التوقعات، فكل ما سجلناه يعتبر توقع صحيح، رغم أننا أغفلنا العديد من الأحداث التي تعرفنا عليها عندما استمعنا إلى الحكاية. فأحسنتم. بعد هذه الخطوات التي قمنا بها، أدعوكم الآن مرة ثانية للاستماع إلى الحكاية من جديد، ولما لا أن تستمعوا إليها مرات ومرات، وأن تسجلوا الكلمات الصعبة التي لم تستطيعوا فهم معناها. ثم بعد ذلك أطلب منكم أن تقوموا بملخص للحكاية، وفي المرحلة الأخيرة أطلب منكم أن تبدعوا وتتخيلوا وتنتجوا حكاية مماثلة. أعزائي التلاميذ، أعرف أن البعض منكم أو جلكم عندهم إخوان صغار، فلا بأس أن تجمعوهم حولكم وتحكوا لهم هذه الحكاية بأسلوب شيق. دمتم سالمين.